اسمع أيها الإنسان وشاهد وتمعن أيها الموصوف بالعقل والحكمة. الحياة معجزة ظهرت منذ 4 مليارات من الأعوام، ونحن بنو الإنسان لم يمض على وجودنا سوى 200,000 من الأعوام. إنها حقبة قصيرة لكنها كانت كافية لاختلال توازن أرضنا، حتى باتت حياتنا على كوكبنا الأزرق مهددة بالزوال. استمعوا لهذه الحكاية، حكايتنا، حكاية الأرض. شاهدوا آثار نشأتنا الأولى. في البداية لم يكن كوكبنا سوى كتلة نارية مضطربة تكونت من الشمس وانفصلت عنها، سحابة من جزيئات غبارية متصلة تسبح في الفضاء، شأنها شأن العديد من المجموعات المماثلة